مشرف كرم من الاول بس كده واحده واحده، ايه اللي حصل معاك؟ اللي حصل ضابط والثلاثه امنا وقفوني، تمام. واحد فيهم يعرفني ويعرف جدود جدودي اسمه اشرف كرم، تمام. اشرف كرم دوت قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له ايمن علي حسن. قال لي لا، هو عايز يعرف ان عايز يسمع الضابط باسم شهرة عيلة والدتي انها اسمها عيلة القرافتي، تمام. انا ليا اخواتي ممكن يتخانقوا، اي حد بيتخانق، الدكتور بيتخانق، الضابط بيتخانق، المحامي بيتخانق، مفيش حد ما بيتخانقش، تمام. ماشي. بعد كده انا بقى بتكلم بنرفزة ان انا فتحت له الباب وقلت له حضرتك فتشني وفتش العربية وخليني امشي عشان انا جاي من مرور مخنوق. راح الضابط اداني بالقلم قدام مراتي وهي واقفة في البلكونة، وعندي طفلين، عند واحدة عندها 8-6 سنين وكم شهر وثلاث سنين واللهم صل على النبي وشهرين. وايه اللي كان موقف الضابط والامين تحت بيتك اساسا؟ هما بيجوا بيعملوا التفتيشات ديت بقى، اللي بينزلوا في الشوارع ويقعدوا يلفوا كده. امين مباحث يعني كان تحت بيتك؟ ما هو هما مباحث مش تكتيفة، تمام. ماشي. راح قال لي من ردي، راح قال لي اخواتك ما سوابق، انا اخواتي من السوابق، ما حدش عليهم، تمام. ما تلفت. قلت له سوابق ما خدتهمش. بعد كده راح امين التاني قال لي ما اخواتك بتوع مخدرات. قلت له ما حبستهمش ليه؟ طب دولاب النسر اللي حضرتكم فاتحينه ما رحتوش خدتهم ليه؟ راح اشرف كرم ده اداني في درعي عمل لي اصابه جامده. ايه دولاب النسر ده؟ دولاب بيبيع مخدرات حشيش، خلي بقى، وهم اصحابي على فكره كمان، يعني عشان احنا من المنطقه وعنا هم اصحابي، بس تمام. الحكومه هي اللي مشغلاهم. الداخليه هي اللي مشغله دولاب النسر ده؟ اسم الجيزه اللي مشغلاه مش الداخليه. اسم الجيزه اللي في البحر الاعظم؟ اللي في البحر الاعظم، هي اللي مشغلاه، اللي مشغله دولاب النسر. وانا بقول الكلام ده وانا عارف ان انا هتاذي لو اذاع كمان، تمام. ماشي. بعد كده مين تحديدا في اسم الجيزه اللي مشغل دولاب النسر ده؟ رئيس المباحث نفسه عارف وبيقفش منهم. بيقفش كام؟ الله اعلم. ماشي. عشان يعني انا ممكن اقول لك كام جنيه، ممكن تكون 10، ممكن يكون 3، الله اعلم، ما اعرفش. المهم امين الشرطه اللي اسمه اشرف كرم ضربك؟ ضربني في جنبك؟ في جنبي، عشان قلت له دولاب النسر اللي انتم مشغلينه دوت ما بتقبضوش عليه ليه؟ تمام. ايه اللي حصل لك بقى لما اتضربت؟ راح الضابط بعديها راح قال احنا ممكن نين امك. غلط بقى في وسط الشارع. قلت له انا ما بعملش حاجه الا من شغل بيتي، ولو اخواتي فيهم حاجه انا عندكم اخواتي خدوهم، اهلي فيهم حاجه خدوهم، انا راجل بطلع من شغل البيت ومن بيت لشغلي. رحت المديريه قعدوني اكتر من 2.5 ساعة. مديريه ايه؟ امن الجيزه. وبعد كده كتبوا لي ورقه ان انا هاجب شكوى، وانا ما بعرفش اعمل شكاوي، ان انا ملياش في الكلمات ديت، واطلع لرئيس الرئيس بتاعهم اللي هو ماسك ال اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ المديريه. وامرهم ما هيطلعوني. وانا كل ده بعيط ان انا ضربت قدام ولادي ومراتي، ان انا اتهنت قدام عيالي ومراتي وهم واقفين في البلكونه. وتاني مرة بعديها أول ما قدروني قعدوني أكتر من فترة كبيرة، رحت الوزارة، راح قالوا لي برضك إن اللي بياخد الشكاوي مكتب التفتيش والرقابة. رحت قالوا لي اللي بياخد الشكاوي مش موجود، تعال بكرة واعمل شكوى. أنا ما بعرفش أعمل شكوى ومش عارف أكتبها. طيب أنا بس يعني بسرعة عايز أعرف، أنت أصلا بتشتغل إيه؟ سواق تاكسي، والتاكسي ده بتاعي شاريه، بايع شقة عشان اشتريه عشان اكل بالحلال، تمام. وعيبي في البلد ديت ان انا عشان اكل حلال ومش قليل الادب، قليل الادب ما بيقدروش يكلموه. اخر سؤال، الواقعة دي حصلت امتى بالظبط؟ اتضربت؟ اتضربت الساعة 2:15 او 2. يوم كام؟ يوم 1/9/2014، الشهر ده، تمام. طيب يعني انا يعني مش عارف اقول لك ايه، بس انت اللي ليك عندي ان انا انزل لك الفيديو دوت وانشره لك على الانترنت وفي كل حته. ماشي، تمام. ماشي، الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.